لا أعلم. المهم قلنا رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. هنا نقطة قبل ما نقول وش يقول سعيد شنقريحة، الفريق سعيد شنقريحة، أنه لما كان القائد صالح رحمه الله كان يتحدث كان ظرف غير هذا الظرف. كانت الدولة الجزائرية في مسار صعب، وكان الرئيس غايب مريض، كان في جنيف والشارع منتفض، الأمر وقائد أركان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في ذلك الوقت عنده أيضا قبعة أخرى تتمثل في نائب وزير الدفاع. الجيش في ذلك الوقت تحمل المسؤولية لإدارة البلاد ومساعدتها للخروج من هذا المأزق. ما كانتش رئاسة، الرئاسة غايبة، عصابة تحمل للسجون، الوضع متفشل. فلذلك كان أنا بالنسبة لي ظهور القائد صالح في تلك الفترة كان جيد جدا ومقبول وباركناه، لأنه كان يطمئن الجزائريين على هذا. أما شنقريحة لماذا يخرج الآن على طريقة القائد صالح؟ إما أن الوضع في الرئاسة وفي الوضع على ما كان عليه هناك مشكلة كبيرة، فاضطر أنه يخرج بهذه الطريقة على طريقة القائد صالح، على طريقة القائد صالح، أو أنه يشوفوا في الأمور نفس الوضع، أو أنه حب يفرض نفسه، حب يفرض نفسه، رغم أنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ليس له الحق قانونا أن يتحدث عن الدستور. قد يتحدث على الأشياء التي تتعلق بالجيش، ولكن أنه يتحدث عن الدستور بهذه الطريقة، ورح نرجع ماذا قال، فهذا غير مقبول إطلاقا، لأنه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لأنه منصب عملياتي لا يحق له أن يتكلم في هذا الأمر. ولكن ظهوره الآن على طريقة القائد صالح، يعمل في زيارات ميدانية، يلقي في خطابات تبث نفس الصورة. إذن ما دام نفس الصورة يقوم بها رئيس أركان، معناها نفس الوضع اللي فيه الجزائر الآن مثل ما كانت من قبل، أو أنه الفريق شنقريحة عنده تصور يريد الآن تمريره لتخرج الجزائر من المسار الذي بدأه الفريق القائد صالح. هذه هي القراءة اللي موجودة. من غير هذا الكلام راهو كلام فارغ وكلام فاضي وكلام ليس له معنى. هذا دستور مطروح على الاستفتاء، هناك حملة انتخابية، هناك أحزاب، هناك مجتمع المدني، هناك حتى وزراء في الحكومة راهم يقوموا الحملة الانتخابية. وشفنا هذا الوزير، وزير الشباب والرياضة، واش قال؟ اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، درانا دسترنا بيان أول نوفمبر، رغم أنه هذه تخبى تحتها فقط، مع العلم أنه هذا الشخص كان هو صديق ابن الرئيس تبور، وتربطوا علاقة أيضا مع والدته، أيضا صديقة زوجة سلال، وهناك علاقات عائلية تحت الطاولة، وخاصة هي اللي رشحته باش كان في مناصب من قبل وصل حتى الدرجة هذه. على كل حال ليس هذا موضوع، أنا أقول بأن القضية ليست كما ينبغي. إذن لماذا الفريق الشنقريحة، سعيد شنقريحة، كأنه يقوم بحملة الآن؟ منذ أيام كان يتحدث في كلام بعد افتتاحية مجلة الجيش التي باركت الدستور، لبركة الدستور، ظهر شنقريحة وقال كلام على طريقة القائد صالح، الوطنية والجزائر وأول نوفمبر. اليوم قال كلام يوحي بأن هناك تغير. خليني أقول لكم مثلا، ها هو شيء الفريق سعيد شنقريحة، الأولوية التي تفرض نفسها في هذه المرحلة الحاسمة هي التعديل الدستوري، هذه أولوية الجزائر. هو نفس الكلام اللي كان يقول فيه تبون، من أولوياته هي تعديل الدستور، رغم أنه هذا الدستور هو هذا الدستور أسوأ من دستور بوتفليقة على فكرة الآن اللي قبل، وإن كان حتى هذا أنا قلتها لكم من قبل، هذا دستور بوتفليقة قدموا العرب قبل مع بعض الرتوشات. على كل حال ليس هذا الموضوع. قال لك وبمناسبة زيارة عمل وتفتيش قام بها إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، أوضح الفريق شنقريحة في كلمة توجيهية القاها المهم حتى يقول هذه التعديلات ترمي على وجه الخصوص، يضيف الفريق، إلى ترسيخ توازن السلطات، إشراك الشباب والمجتمع المدني في مسار بناء جزائر جديدة. الصح مدح للدستور، هذه دعوة غير صريحة فقط، ما قالهمش فقط كل نعم. إذن شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يقوم بحملة لصالح الدستور، أولا من الناحية القانونية ليس له الحق، هو في منصب عملياتي، ولا الجيش عنده الحق يقوم بحملة لصالح الدستور، هذا هو. طبعا نقول هذا الكلام أني نحب المؤسسة العسكرية وأني كنت ننتمي إليها وتشرفت
ولي الشرف العظيم أنني انتميت إلى هذه المؤسسة، وهو الشيء الذي أعتز به في حياتي، ولم ولن أندم عليه يوم. عندما نقول هذا الكلام راني نعطيكم في واحد تصورات لنعرف ماذا يحدث في الجزائر. إذن عودة المؤسسة العسكرية في هذه اللحظات لصالح الدستور في ظل حملات قوية على مستوى شبكات التواصل الاجتماعي. أنا لا أتكلم عن الناس اللي ما زالوا ليطعنوا في شرعية تبو، ما نتكلمش عليه، نتكلم على الناس اللي سواء أيدوا تبون ولا انتخبوا على تبون، أو الذين أيدوا المسار السياسي الذي رعته المؤسسة العسكرية في عهد قايد صالح. وأنا شخصيا أنا أيدت المسار الدستوري لأنه كان ضمان فقط لحماية البلاد من الانحراف، وأيضا كان الضامن بعد الله تعالى القايد صالح. لكن الأمور الآن بعد رحيل القايد صالح تغيرت كثيرا، هناك ما يشبه الردة، يعني يا جماعة هناك تغير كبير. الرجال اللي كانوا مقربين من القايد صالح في السجون واللي راح التقاعد راح، المسار اللي كان متخذه والقوة اللي أعطى الدولة في تلك المرحلة تحس بأن الجزائر قوية وهناك رجل يتحكم في الأمور. إن نشوف فيها الآن راه انفلات كبير يا جماعة. الله يرضى عليكم، اسمعوني بعقول، سواء تتفقوا معايا ولا تختلفوا معايا، ما داعي للسب، تجي تسبني وتشتم. أنا لا أهتم بهذه الأمور، أنا اسمعني، واللي إذا كان عجبك كلامي عجبك أنا هنا نحلل لك فقط. أنا ما عندي مشروع سياسي ولا عندي طامع في منصب ولا أنا فقط نحلل في تحليل. وإذا كان ما تعلمناش كجزائريين نسمع بعضنا البعض، خليه اسمعني حتى لو كنت تختلف معايا، فتح عقلك للآراء الكل، ما تخليش نفسك مبردع. إذا بردعك واحد تابع لتبون غدوة يبردعك واحد تابع لجهة أخرى، وهذه هي الكارثة. وين من وقتها الجزائريين يتبردعوا بهذه الطريقة؟ أنت الحلف الأطلسي وما بردعش أبائنا وأجدادنا، يجي الآن واحد فقط يقول لك إيه يلعب لك على عواطفك يبردعك؟ لا، أنا نتناقش معاك بعقلانية، اسمعني، إذا اقتنعت أهلا وسهلا، إذا ما اقتنعتش روح لواحد أخرى يقنع. أما إذا كان تريد الجزائر تخرج من هذه الأزمة، نخرج من هذه الأطر الفاسدة، هذه العقليات الغوغائية اللي ما تصنعش مستقبل بلد. أنا نقول لك شوف، كي نقول لك أنه المعروف لهن هذا، عندنا رئيس منتخب، رئيس مدني، هناك حكومة، هناك وزراء، هناك أحزاب، لماذا الآن شنقريحة يعمل في حملة لصالح الدستور وهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو رئيس عملياتي، منصب عملياتي، ما عندوش الحق حتى يتحكم في رؤساء الإدارات، ما يتحكمش حتى في الأمين العام لوزارة الدفاع؟ هذه الحقيقة اللي لازم نعرفوها، نعرفوا الجيش. لكن عودت بهذه الطريقة توحي أن هناك أمر، أن هناك إرادة، لم يجدوا ما يقنع به الشارع الجزائري إلا بالمؤسسة العسكرية، لأن المؤسسة العسكرية عندها قيمة في الشارع الجزائري، والمؤسسة العسكرية محترمة، والمؤسسة العسكرية عندها هيبتها بين الجزائريين. ربما استنجدوا بالمؤسسة العسكرية علها تقنع الجزائريين الذهاب صناديق الاقتراع، أو على الأقل التمريض، باش يخوفوا الناس، لأنهم يخوفوا الناس ربما بهذه الطريقة. يقول لك رئاسة الجمهورية أصابتها كورونا هذه الأيام، أي بدأ التخويف من كورونا، إذن رايح يمشوا ناس عندهم، الناس اللي تخاف عموم الناس راح يخافوا، يمشوا بعض الناس الأقلية يفوتوا هكذا، يعطي لك نسبة معينة من المشاركة، يقول لك فات الدستور، ويبدو يفجروا مباشرة قضية وتطورات في قضية كورونا. أنا نشوف فيها هكذا، ونتمنى نكون غلط، معليش نتمنى نكون غلط سيدي، قد نكون غلط، ولكن هذا هو التحليل المنطقي. إذن التحليل المنطقي هذا، إذن يا جماعة المسار، شوفوا نفهمكم حاجة، المسار اللي بداه القايد صالح توقف. لذلك أنا نشوف في السلطة راهي متلخبطة، لأنه كي بداه المسار اللي بداه الجيش الوطني الشعبي كان ماشي بوضوح، كان ماشي بوضوح، مشات الأمور للرئاسيات الأولى، ما كانش هناك حساب للفاسدين، إن هناك الناس يزجوا بهم في السجون، الناس اللي نهبوا وسرقوا كانوا عايشين الرعب الحقيقي في عهد القايد صالح، عايشين الرعب. فرنسا كانت مرعوبة، شفتوا رد الفعل نتاعها والتخبط اللي كان، وكيف الإعلام، نذكر أنه في قنوات فرنسية تعمل في الجزائر كانت تطلب من المراسلين نتاعهم، ومنها فرانس 24
اطلبوا فرنسا يعني توجيه الامور ضد الجيتسار. هذه حقيقة. أنا نشوف الأمور حدثت ما يشبه الرد عن المسار، ولذلك السلطة راهي تتخبط. السلطة راهي تتخبط. أنا احنا قلنا لهم من قبل رانا في زمن كورونا، الدستور هذا مصيري للبلد، ما يتخدموش بالسرعة. تعيط العرابة ازرب دير لي مرة الرئيس تبون طلع قال نعطيك له 3 شهور، عندك 3 شهور في يدك ولا شحال، مدة بسيطة تحسبني بالدستور. أنت علاش مستعجل على هذا الدستور؟ علاش مستعجل على هذا الدستور؟ وش هو اللي مقلقك؟ وش هو اللي اخافك؟ لماذا تزرب لي تمرر لي دستور؟ راح اذا كاين خطه انه فيه دستور ملغوم لازم له يمر في ظروف سيئه. لان ثم تكون الامور جيده، تكون هناك مؤسسات حقيقيه، هناك برلمان، هناك مجلس امه، هناك مجالس بلديه، هناك تصفية وتطهير للخريطة السياسية والخريطة الحزبية، هناك منظمات حقيقية للمجتمع المدني. لو جيب لهم دستور لا يقبله شعبيا مستحيل يفوت. إذا هم واش حابين؟ قال لك نفوتوه. واش جاب لك البرلمان نتاع اللصوص؟ هذا البرلمان ما يقدروش يقولوا لا للدستور، لأنهم كل واحد قاعد يستنى في دارته، طبعا مع بعض الاستثناءات فيها ناس نظاف، ولكن نتكلموا عن الأكثرية. كل واحد يستنى في دوره، يجي نهار زغماتي يبعث لهم يقول له رفع الحصى. كلهم كل واحد يستنى في دور من هذه المجموعه، طبعا المجموعه الفاسده، انا اتكلم قلت كلهم نقصد المجموعه الفاسده. لذلك مستحيل ما يفوتوش حتى حاجه، مستحيل يقولوا للسلطه لا. اذا قال لك خلينا نمرر الدستور بهذه هذا البرلمان اللي الناس خايفين، راح يهرفد يده ويقول نعم. بعد ما نمرر الدستور اذا الوضع والجائحة، الناس ما راح تشتغل بالدستور. إذا نمرر هذا الدستور الملغوم الذي سيدفن أول مضاد. هنقولها لكم وهذا هو اللي حابين. لذلك أنت في ظل جائحة كورونا يا جماعة تجري لي انتخابات استفتاء، وبعد تقول أها كل يوم ساعات نشوف أو 234 أو 226 إصابة، قريب يقولوا لنا راهي 200 إصابة واللي ارتاحوا 300. هذه أرقام يمدوا فيها واللي يخلي لك ويثبت لك بأنه كلام والأفار. والآن كي قرب مباشرة أظهر لي رئيس الجمهورية أو في حجر صح. على بالك وش معناها أنه رئيس الجمهورية يصاب بكورونا أو عنده شبهات، أو أن رئاسة إطارات سامية بهذه، يعني قادر يكونوا كل، قادر يكونوا 20 إطار. نبرة إرعاب الجزائريين، والله صدقوني يا جماعة نبرة إرعاب الجزائريين. إذا إما السلطة بهذا تريد أن ترعب الجزائريين كما قلت لكم باش ما يروحوش لصناديق الاقتراع، باش تروح الأقلية تفوتي على الأغلبية، أو أن هناك حسابات أخرى، أو أن هناك أشياء الرئيس راح يختفي، المؤسسة العسكرية شنقريحة راهو في الواجهة، والأمور تسير بطريقة أخرى، إبعاد الرئيس في بهذه الطريقة. هذه القراءة قد يكون صحيح أنه ناس مصابين، لكن باش نتفاهموا كي توصل رئيس الجمهورية وتوصل رئاسة ورئاسة الحكومة ويقول لك راهم مصابين بكورونا، يا جماعة الخير الأمور راهي ماشي سهل، الأمور ماهيش سهل. أنا والله عندي معلومات كثيرة ومانيش حاب نقولها، عندي معلومات ومن مصادر ولكن أني مأجل أني نقولها. علاش؟ لأنه خلاص اعتقد انه انقطع، لانه الامور ما نزيدش نصب الزيت على النار. انا مانيش حاب نصب الزيت على النار. ما يحدث الان يوحي اولا ان هناك تخبط في السلطه، ثانيا ان السلطه تورطت في هذا المسار الان، تورطت. لانه كما قلت لكم قبيله ما نتحدثوش على الناس اللي شكوا في شرعيه الرئيس، نتحدثوا على الجبهه اللي كانت مع الرئيس. تقسمت انقسام كبير، الأكثرية تقول لا لدستور العار، لا لدستور العرابة، لا لدستور ضد الهوية، لا لدستور فرنسا. هذا اللي صاروا يقولوا فيه الجزائر. شبكات التواصل الاجتماعي توحي بأن هناك رفض للدستور، هي نفس الشبكات التي كانت تؤيد مسار الدستوري، وري حتى الصفحات اللي كانت تؤيد مسار الدستوري طلعت كلها رافضة هذا الدستور. إذن جبهة الرئيس منقسمة، الأكثرية تقول لا للدستور،
إذا كان مررت الأقلية مررت الدستور، معناها الرئيس يبدأ ما بعد أول نوفمبر رايح يبدأ مرحلة ما عنده الشعبي، ما عنده الشعبي. لذلك إخواني أن الوضع ليس ما على ما يرام، هناك تخبط حقيقة، هناك أيضا أنا قلتها منذ فترة وكنت ناشد الرئيس راجع مؤسساتك الإعلامية، خلي دير نخب حقيقية وكوادر حقيقية في الإعلام، إعلام الرئاسة، دير كوادر تفكر وتخطط ولديها استراتيجية، ولكن للأسف لم يسمع لي، داير غوغاء حاكمين صفحات الفيسبوك تاع الرئاسة ولا يقدموا رؤية، يروحوا يقولوا أي كلام، يصفقوا للرئيس المهم، حابين يحافظوا على أرواحهم باللي يروا عندهم راهم في مناصب مكلفين بمهمة في رئاسة الجمهورية. هذا هو المهم، يظهر قدام فاميلته قدام يحافظ على البرستيج، يتخيل واحد يولي مكلف بمهمة سيارة خاصة سائق يقيم في إقامة الدولة، راح يروح يقول للرئيس لا لا هذه ما عجبتنيش، هي عندي خطة، ما يخدمهاش، ما يفكرش فيها، لأنه هدفه البقاء والحفاظ على الامتيازات هذه. إذن يا إخوان نتمنى إن شاء الله الخير، أنا نقولها لك نتمنى الخير، لأن الوضع مش على ما يرام. أنا نقولها لك، السؤال اللي مطروح كثير، لو كان الدستور تنتخب عليه أقلية ابن عم ويقول لك يعني النتيجة تكون أقل، هذا الدستور ما تكون لهش قيمة. أنا نقولها لكم، حتى لو كان الرئيس أصلا يفرض خلاص جاءت 45% شاركوا في الاستفتاء، 98 قالوا نعم، 90% قالوا نعم، وآخرين قالوا لا، أي أوكي 45% أقل من 50%. الدستور تاع دولة لازم يشاركوا فيه كل الناس على الأقل أكثر من 90%. هذه طريقة إذا كان نزلتوا الاستفتاء الشعبي، وكان طريقة أخرى أنه يكون البرلمان، تنتخب برلمان حقيقي هو اللي يعد الدستور، إذا الناس تشارك في الانتخابات البرلمانية بأكثرية وأغلبية وتكون انتخابات نزيهة، هذا البرلمان تنبثق منه لجنة هي اللي تعد الدستور، هذه اللجنة راهي لجنة لها أغلبية، الشعب الجزائري كل عنده ممثلين في البرلمان هم اللي يمثلوا فيه. ما إخواني وش هو الغلط هذا؟ لذلك أنا قاعد نقول بأن الوضع ما يعجبش. أنا أقول لكم بكل صراحة، هناك تخبط كبير. يعني والله تعرف يعني الناس اليوم تواصلوا ناس معايا من دول مختلفة وكوادر وإعلاميين كلهم يقولوا يعني ما هو طبيعي، كان بإمكان الرئيس يعملوا له كشف في دقيقة يقولوا له عندك كورونا ولا لا، الواقع يقول أن الرئيس عنده كورونا راه مريض، ولذلك لازم له يكون يعيش في عزل حتى يشفى. يستطيع، هك شفتوا ترامب راح عزل نفسه وكان يظهر لهم حتى بالفيديوهات. عدم ظهور الرئيس إذا ظهر في هذه الأيام، إذا ظهر وظهر بصورة تثبت بأنه جديد، يعني يظهر ويتحدث يقول راني في الحجر الصحي، صحة نقول بأن أصابته كورونا وراه تمكن ولا ما كانتش خطيرة والله يشفيه على كل حال، ولكن إذا ما ظهرش معناها أن الوضع نتاعو سيء. وعلاش أخبروا الجزائري؟ يعني باش تقول لي النظام فيه شفافية؟ يا جماعة الخير ما تقولوا هذا الكلام، يعني النظام الجزائري الآن تحول إلى شفافية مطلقة، أولت عندهم ثقافة الاعتذار، هذا الوزير هذا 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 الغلام هذا وزير الشباب والرياضة قال هذا الكلام، وبعد يطلع في فيديو يقول فهمتوني غلط وتأولت وبعد ذلك نعتذر، يعني راكم غلطتوا انتوما فيا ولكن نراني اكرم منكم نعتذر لكم. يا ابن ابي، ما هكذا الامور، انت غلط وغلط والمفروض تحاسب لانك كنت تتكلم كوزير الداخليه، كنت تتكلم كوزير للشباب والرياضه عفوا، وتدافع عن الدستور. من المفروض تقول أن الجزائر الدستور نزل الرئيس قال الجزائري عنده حق يقول نعم أنا عندي جزائري حق رافض هذا الدستور من حقي، وأنت كجزائري قابل لهذا الدستور من حقك، نتنافسوا على صناديق الاقتراع، إذا غلبت كان في مرحبا وإذا كان غلبتي بصحتك. أنا شخصيا لو تفوت أنا رافض الدستور
وضد الدستور، وكان تجي استفتاء نزيه ونتيجة صحيحة ومقبولة بمعنى الكلمة، سأبارك هذا الأمر، سأبارك، ما عنديش، الله غالب. نسبة اللي قالوا لا نعم أكثر، مش راح ندير هذا إذا ما تزورتش. ولكن إذا ثبت ما ثبت التزوير وثبتت كثير من الأمور، هنا هنا اللعب هو زي أخر. وأنا أنصح رئاسة الجمهورية، أنتم تريدون للجزائر الاستقرار، ما لازمش تغامروا بها. الممارسات البوتفليقية هذوك أرموها في سلة المهملات. أي بوتفليقة اللي كان وزير خارجية بومدين، شوفوا وين وصل حاله، كل الجزائريين يلعنوه، رغم أنه للأمانة، رغم أنه السلب اللي عاشته الجزائر في عهده، ولكن للأمانة كانت بعض الإيجابية. ولكن لو كان بوتفليقة أكمل العهدة الأولى والثانية فقط وراح، راه والله العظيم بقدره، بجلالة قدره في الجزائر. لكن كي ورطوا خوه ورطوه المحيط نتاعو، هاو وين وصل، اللي يخشى على الرئيس تبونا من المحيط نتاعو يزيد يورطوا، يورطوا مع الجزائريين، وكل المعطيات تقول راه يورطوا. حقيقة أنه المؤسسة العسكرية تغيرت توجهاتها ما بعد الجيزة، وطبيعي يجي قيادة أخرى جديدة ربما تتغير مواقفها في بعض الأمور، تتغير، هذه طبيعي. أنا عندي وجهة نظر أدير إدارة بهذه الطريقة، غدوة تجي إدارة أخرى ربما تدير بهذه الطريقة، ولكن الكليات العامة ما لازمش، لأنه هذا المسار روجة بعد حراك شعبي، وهناك وعود أطلقت. القيد صالح الله يرحمه، يا ربي سبحانه كل من عليها فاني، رحل، من المفروض المؤسسة العسكرية تواصل المسار وبنفس الوتيرة، كانت تواصل مسار الفساد، ولكن يبدو عدم مواصلتها المسار أن هناك أمور أقوى كانت تحتاج إلى، كان القايد صالح قوي، كان القايد صالح قوي، كانوا كي يدخلوا له يقولوا له راه وزير ير فلان وكذا كذا كذا، راهو عنده علاقات مع فرنسا وكذا كذا، وكان الأمور تتحرك ضده كذا كذا، يقول له اديه الحبس وخلي فرنسا تدز معه، لقيتوا عليه فساد ادي الحبس، هكذا كان يتعامل معه. أنا والله لست متفائل، والله ما حقيقة أنا ماني متفائل، لست متفائل جدا، ولكن أتمنى أن لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.